اليوم يعتبر اليوم الأول الانطلاقة الأولى لرحلة مسار الهضاب، ونستفتحها من تلمسان إن شاء الله، ومن تلمسان ننطلق إلى الهضاب. وكان بالرغم أنه أول يوم إلا أنه أطول يوم تقريبا 520 أو 530 كيلو، وكل مرة أجي تلمسان أوعد نفسي أن أرجع لها مرة أخرى، لأن تلمسان لا يمل منها ولا يشبع منها. قمنا بالتنسيق مع وزارة السياحة في إطار رحلة الرحالة العالمي الكابتن خالد الجابر، والتي ستدوم لمدة 45 يوم، تخلو لها أكثر من 19 محطة. هذه الرحلة يعني الجديدة التي قام بها في الجزائر تختلف عن الرحلات اللي كانوا من قبل اللي فاتوا، أنها راح تشمل كل ما تذخر به منطقة الهضاب من مقومات سياحية ومن مقومات تاريخية، وكذلك لأول مرة راح يفتح الباب على السياحة الصحراوية. واليوم درنا له برنامج سياحي يزور جل المعالم تلمسان، وهذا المرة اختارينا أهم شيء وهو يزور في دروب المدينة العتيقة حتى يتعرف على تاريخ هذه المدينة. كاين متحف الفن والتاريخ لمدينة تلمسان وين يشوف كل مراحل اللي مر بها هذه المدينة وهذه الولاية، بالإضافة إلى زيارة إلى عدة حرفيين ونشوفوا الصناعة التقليدية لولاية تلمسان، وكذلك كل ما يخص هذا التراث المادي واللامادي لولاية تلمسان من مأكولات شعبية وعادات وتقاليد.